غرقت اخوات يا ما وقعت شنبات يا ما كبرت فعيان يا ما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع زعلت مني يا حبيبي؟ ما تزعلش، حقك عليا. اصل انا وبناتي في البلد دي ملناش حد غيرك انت وحسن، وحسن ايدك منه والارض ماشي في دي الجبريه. تقول له شفت اخوك عمل فيا ايه؟ طردني وداس على كرامتي، وانا خايفه على رتال وعلى زينب مراتك. انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي، وعارف كمان انا هتصرف كيف مع جبرية، واللي حصل هيتنسي. هيتنسي ازاي؟ انت لا هتنسى ولا هتعرف تعمل مع جبرية حاجة من قصر. وانت شايفة الصح ايه؟ تغير طريقتك معاها خالص وتوريها العين الحمراء. ايوة لازم جبرية تخاف منك وتعمل لك الف حساب، لازم تحس ان انت جبل ما يهزهوش الريح، تترعب لما تسمع اسمك كده. انت عارفة الصح ايه؟ ايه يا حبيبي؟ نحطكم انتوا التنين في الزيرة لحالكم واسيبكم لبعضيكم عشان اريح واستريح. ايه؟ ايه؟ وايه يا اختي ده؟ وانا قلت ايه يعني؟ شوفي يا اختي الواد بيسيبني ويخرج ازاي؟ طب يا ريت يا مروان تحط
تحطني أنا وجبرية في الجزيرة عشان أموت جبرية وأريح البشرية. ما تتكلمي انطقي. ما انت لازم تلاقي اللي يحميكي وتتحمي فيه. هي حسرة لا ظهر ولا بطن. مين قال؟ انت يا بنت بتلف وتدوري على ايه؟ أنا أعرف واحد إيده طايلة. وبعدين؟ احنا بس نخلص الليلة دي وأنا هاخدك عنده وهو هيقولك تعملي ايه؟ ما انت لازم تشتغلي. أشتغل؟ لا أنا كده عاوزة أفهم. انت عاوزة تقولي لي إنك جايمة نايمة بتفكري في مصلحتي؟ طب والله. الله ياخدك يا بعيدة. يا بنت هاتي من الآخر. شاهدة هتجيب الفلوس وهتقولك مش هينفع تحطه باسمك في البنك علشان انت في نظر الحكومة ميتة. ولو اسمك جه كده ولا كده الدنيا هتتقلب. مش بعيد هي كمان اللي تدخلك السجن تاني وتلبسك البدلة الحمراء. يعني هتودي روحها في داهية يعني؟ هتودي روحها في داهية ليه؟ علشان شهدت إن الجثة جثتك؟ في مليون سبب تقول. هتقول مثلا إن الحزن خلاها ما تاخدش بالها. أقول لك هتقول إن الحكومة ذات نفسها ما عرفتش إنها جثتك. هي هتعرف؟ عندك حق. طب والعمل؟ على بال ما نشوف هنعمل إيه وهنشوف هنعرف نطلع لك ورق ولا لأ. لازم تبقى الفلوس مع حد شبعان ما يطمعش فينا. وده يبقى مين؟ عارفة يا بنتي يا نادية أنا كنت زمان أعرف ناس كبارة قوي. يا حبيبتي محسساني إنك بتحكي عن أيام طفولتك البريئة. أنا يا بنت مش مطمنة لك. لا اطمني أنا وإنتي سكة واحدة وأنا هستفيد. وهتستفيدي إيه عشان بس أبقى عارفة؟ بصي بقى عشان نجيب من آخر وما نقعدش نهري. أنا بقى لا ورايا ولا بقى قدامي وسمعيكي بقت زفت خصوصا بعد ما خرجت من السجن. وانتي خلاص بقيتي بطولك وانا كمان بطولك بس انتي عندك اللي يعيشك. افهم بس كل الحكايه ان انتي مش عارفه تجيبي حقك وشهد مش سهله مش عارفه تحط رجلها فين. وبعدين هي فريده مرات مروان دي كان عندها فلوس كتير صح؟ ايوه. قد ايه كده؟ قد 50 فدان غير الفلوس اللي في البنك. الفلوس ملناش دعوه بيها الفدادين هي اللي عليها العين. مش فاهم. بصي انا هروح مشوار واول ما ارجع افهمك على كل حاجه بس انتي دعي لي ربنا يكرمني فيه. ماشي. حسن روان ايش يا كدي شكلك كده كان عندك معاد مهم. مش قوي بس كويس اني لقيتك صح عشان كنت عايزك في حاجه مهمه. عايزني انا؟ طب والله العظيم كويس. ده انا قلت انت افتكرتني موت زي امك ما جهلت. امك زعلانه وشوي والموضوع هيتحل بس اللي هقول لك عليه دلوق هو المهم. خير يا حسن؟ محرم. ماله محرم؟ بيجي العمد. ايه؟ زي ما بقول لك النهارده كان عنده راجل شكله مهم قوي وعلاقاته قويه في البلد. وايه تاني؟ مش وايه تاني؟ انت اللي ايه؟ أنا عايز أعرف أنت هتعمل إيه؟ أنا حاسس إن محرم عايز يلم الليلة في جيبه. مروان أنا مش عايل زي ما أنت شايفني وفاهم كويس جوي الليلة ماشية كيف. ومحرم عايز يعوض القديم والجديد. طالما جه هنا يبقى واجع وطالما عايز يده تبقى فوق يدك يبقى مش هيسكت إلا ما يخليك تحت أمره يقول لك يمين يمين شمال شمال. وانت رأيك يا حسن؟ انت الكبير وانت اللي معاهم من الأول. بالإذن. صح. لما تحب تعرف حاجة يا مروان بلاش تبعت رجالتك وراي لأن الطريقة دي بتضايقني. أنا أخوك وأخاف عليك أكتر من نفسك وأنا مش لابد لمحرم عشان خاطر اللي في بالك. أنا مش عبيط يا مروان. تزعلت يا حسن؟ لا لأن أصلا مفيش حاجة تفرح. ما تزعلش أنا غلطان ومحجوج لك خلاص. ماشي يا مروان. صح كريمة قلبة الدنيا عشان خاطر بيتها. أقول لك أقسم لك بالله لو أمك جاتها تريتال ودفنتها لا هكون أسعد واحد في الدنيا. اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك أصل البيت ده حاجة من اتنين
يا الحريم اللي فيه يجيبوا أجلنا يا يجيبوا أجل بعض. هم بصراحة لو حلوا عن دماغنا هنستريح جوا يا مروان. والله عندك حق. ما أنا في زغطان عجلين وديين. شفت أنت قلت ما قلتش حاجة. تصبح على خير. أنت من أهل الخير. مصدقي كنت لسه جايلك. مصدقاك؟ هو انت تقول حاجه كدب ابدا؟ عارفه اني في بالك وعارفه اني ما بغيبش عنك ابدا، لا انا ولا عبد الحكيم. اه والله صح. انما انت خايل قوي في البدله، لايق عليك. ما انا قلت لك كان عندي معاد شغل مهم قوي. شغل من انهي ناحيه؟ يعني ايه؟ يعني اللي اعرفه من زمان قوي، من ساعه ما كنت بخدم هنيه في البيت، ان مروان هو اللي بيشتغل وانت كل اللي عليك انك تطلبه بس. حدش بيفضل على حاله يا مفيد. حسن انت فيك ايه؟ انا اكتر واحده عارفاك وعارفه انت بتشجلب حالك ميته. خلي بالك انا وعبد الحكيم مالناش غيرك، لو سبتنا رحنا في داهيه، ما عادش لينا حد نتسند عليه. ده ايه المغمه البايخه دي اللي كل ما تشوفيني تقوليها لي؟ ايه يا شيخ ما عندكيش نغمه غيرها؟ هو الحريم في البيت ده مرهمش غير النكد والكلام اللي يحرق الدم؟ ما تعرفوش حاجة اسمها ضحك فرفشة؟ ايه بلعين حبوب عكننة واول ما تشوفونا بتهب عليكو؟ ليه ده كله؟ انا قلت ايه عشان تقول الكلام ده؟ نفس النغمة ونفس الكلام اللي بنسمعه انا واخوي من كل واحدة فيكم. خفوا علينا شوي، خلونا نشم نفسنا، هنزهج هنطج، هتخلونا نطفش ونسيبكوا تاكلوا بعض. اقولك اطلع افرد وشك ودوريها في مخك وشوفي كلمتين حلوين وتعالي. لو حاسه انك لسه عايزه تزعلي او تنكدي دوري على اقرب حيط واخبطي راسك فيه يمكن تفوقي. بالاذن. ولسه يا عرة النسوان، يا ما هتشوفي، ما هي الست اللي ترخص روحها وترمي نفسها في حضن راجل كده اهو تستاهل كل اللي يجرى لها. عايزه ايه يا كريمه؟ نعم قلت ايه؟ روح امك كريمه كده اهو. انا ستي الكريمه يا بنت. عارفه يعني ايه ستي الكريمه؟ مهما تعيطي شايفه حسن بس تفك استاهل، عشان انتي ما تسويش، انتي بالنسبه له مش ست، انت رخيصه غلطه بيصلحها عشان يفرح ابوه بحته العيل اللي انت راميه جوه في الاوضه ده. مهما عيطتي ولفتي على اهل البيت كلهم واشتكيتي ولا هيسالوا فيكي ولا يعبروكي. عارفه ليه يا بنت؟ عشان انت رخيصه رخيصه. وبنتك اللي جرجرها لام. ما تجيبيش سيره بنتي على لسانك. ست كريتال جرجرها لامه، ما جرجرهاش في حته تانيه. وقبل ما يكركرها كاتب كتابه رسمي على سنة الله ورسوله. بانش يا بنت بترمي يدوم ستك في الأرض وتدوسي عليها، ده أنا هوريك المرين، مش مر واحدة يا مفيدة ولا تفيدة ولا اسمك إيه. خدي حذرك مني من كريمة. غوري غوري يا زبالة النسوان. ممكن بليز ترسيني على اللي في دماغك كده واحدة واحدة؟ البلد كلها من بكرة لازم تعرف ان انا بقيت العمدة وان بقى في نظام جديد. عادي اوكي، ما ده اللي انا عمال اقوله لك من الصبح. الاهم بقى مين الراجل اللي بيعتمد عليه مهدي في تصريف اموره هنا في البلد؟ مين ايده؟ مين عينه؟ انت تقصد مروان؟ لا لا لا، مروان ده مش في باله خالص. ولو كان يهمه كان بعجب اتصل بتليفونه وقال له انا نازل البلد. ما يهموش، في حد تاني في قلب البلد دي، هو ايد وعين مهدي.
لما يعوز يعمل حاجه بيعملها، ان شاء الله يقلب البلد كلها. تخيل الحكايه دي ما خطرتش في بالي خالص. ده مهدي، مهدي بقول لك. ايوه مهدي بيه. ايه يا ريم، نامت ولا ايه؟ ليه خير؟ لا ابدا، اصلا كنت حاسس انها تعبانه شويه في العشاء، يعني حبيت اطمن عليها. لا هي كويسه مفيش حاجه، بس دخلت تستريح شويه. لما تصحى ابقى ابلغك انك انت سالت عليها. متشكر قوي، مع السلامه. هيزعل، يتفلق. ما هو مش لازم يعني يحس ان احنا بنطاطي قوي كده. اوكي كمل. انت عارفه الشغل الجديد اللي كان بيتكلم عنه، مساله البعثه دي اللي هتيجي تحفر وتطلع اللي هو مستنيه. انا بقى عايز اعرف البعثه دي مين، اسمائهم ايه، وكل واحد بشغلته ايه بالظبط. ابن الكلب. بس بقى في حاجه اهم، الفلوس اللي معانا قربت تخلص. ايوه ما ده اللي انا قلته لك. معلش انا هعرف اتصرف، وانا من ناحيتي هعرف موضوع البعثه ده وهخلصه لك في ربع توزي. بس بليز دلوقتي سيبنا نطلع انام، انا تعبانه قوي، نبقى نكمل بكره. اوكي طب اوكي اسمعي، لو اتصل بيكي مهدي اوعي تردي، فاهمه؟ اوعي تردي. اوكي يا نهارك اسود ومهبب، اللي انت بتعمليه ده يا شمس؟ دخلتي البيت زي البرغوت وقاعده تتنطط يمين وشمال وتمصي دمنا واحد ورا التاني. عارفه البرغوت ده اخرته ايه؟ الشبشب. قومي اتلحلحي، قومي لمي السبق من ورا البهايم. اوعى يكون في بالك عشان انا قاعده هنا هتستلميني. لا يا رحمك، ده انا اكلك بسناني. وزفت يا بنت اللي انت عايزاه انضفه ده انا هاكلهولك. في ايه مالك؟ فوقي. نسيتي اللي عملته فيكي قبل كده ولا ايه؟ نسيتي؟ نسيتي يا شمس؟ نسيتي؟ يا ماما في ايه يا بنت؟ انت مش هتقعدي تجيبيها البر؟ البر ده هتجيبي انت وبنتك، وعشان تعرفوا انتوا الاثنين بقى، انا هنا ست البيت. واطيه واطيه صح؟ وزي ما قلت لك قبل كده يا حماتي، انا غير كل النسوان اللي شفتيها في حياتك. صدقي صح يا بنت. اه والله انا هنا وامي هناك عشان نبقى على قلبكم. قلب مين يا بت؟ قلب مين؟ والله يا ربك وريك اللي عمرك ما شفتيها يا بت. والله يا ابوي اللي انت عايزين تموتوني انا وابني. ليه وانا مالي؟ انا بقدم كرامتي روحك من فوق. امسكي حالي يا شمس، شيليها. هترمي نفسك ليه يا حبيبتي؟ ارميها يا بنت. يلا هترمي نفسك. ولدك صغير شيليها معايا. ارميه. ولدك صغير يا اخي. هتموتي كفر يا بنت. تعالي تعالي. هاتي هاتي. خايفك يا بنت. جيبيها 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 يا طفل، جيبيها. تعالي ليه؟ خبر ايه يا بنت كريمة؟ هتاخديش ولدك معاكي ولا ايه؟ اهدي قلبك حجر يا بنت. والله صح، مش انت غير كل الحريم اللي انا عرفتها. بس قولي لي عادة تعمل ايه عشان اعرف. طب اديني الواد. وماله؟ وطي حبي على الارض اللي تحت مداسي ونديهولك. لا خديه، هفيدك، اعملي فيه اللي انت عايزاه. اقولك على حاجة، ادفني تحت رجليكي كمان براحتك. اقولك اقتليه كمان عشان مروان يتأكد انك قتلتي ابنه ومراته، وتبقي قتلت ابن حسن وابن مروان. ساعتها انا بقى جبرية اللي هدخلك مستشفى المجانين بايدي. ماما ماما يا تصدقي يا زينب، انا نسيت الكلمة دي خالص. نسيت ان انتي بطلتي تقوليها لي يا برنسيسة. خدي هنا بكلمك. تعرفي تقولي لي ما سألتيش على اختك ريتال ليه؟ ما سألتيش على ابنها ليه؟ مش عاجبك الكلام يا اختي؟ اوعي من خلقتي. ما انا لو رديت كلامي هيزعلك. خلاص
خدت على الطوب اللي انتي بتحدي فيه وما بقتش ازعل يا ست زينب. وانتي ما فكرتيش ليه في نادية؟ ما سألتيش ليه على شهد؟ انتي ما بقيتيش شايفة انتي بقيتي بتعملي ايه كريمة؟ ايه؟ عمايلي ما بقتش تعجبك يا ست؟ لا بصراحة مش عاجباني. وعشان اجيبلك كده من الاخر وابقى واضحة معاكي، انا مش هقبل بأي حاجة تهد بيتي او تهد حياتي. بيتك؟ أنا وبيت ده يا بيت اللي بتتكلمي عليه؟ البيت ده اللي احنا عايشين فيه؟ البيت ده اللي احنا عايشين فيه؟ بيت جوزك مروان ابن جبرية وهو حسن وابوه عبد الحكيم، ولا بيت مين بالظبط؟ لا يا ماما، بيتي وبيتك وبيت جبرية وبيت كل الناس اللي عايشين فيه. أنا ما بقتش فاهمة هو ليه كل واحد هنا عايز البيت ده يبقى بتاعه هو لوحده، كل واحد عايز هو يبقى الرئيس، كل واحد عايز هنا يبقى هو الأمر الناهي. زينب بنت عبد الله بتتكلم بالشكل ده؟ أنا أقول لك بقى أنت بتتكلمي كده ليه؟ طبعاً حطيتي إيدك على كل حاجة وابتديتي تطلعي فوق مع البي مروان، أنت لوحدك ونسيت أمك ونسيت أبوكي ونسيت إخواتك البنات ونسيتي أصلاً إحنا جايين البيت ده عشان إيه؟ مش كده؟ إيه الكلام ده؟ هي دي الحقيقة يا زينب، هي دي الحقيقة بنت عبد الله. أنت كده هتضيعينا كلنا يا ماما. أنا؟ وأنت بقى اللي هتنجدينا من الضياع إن شاء الله، ولا هتعملي إيه بالظبط؟ ألو، أيوة شهد، بتقولي إيه؟ حصل إمتى الكلام ده؟ أختك مالها؟ مش أختي. في إيه؟ نادية ماتت يا ماما. إيه؟ نادية، نادية ماتت؟ طب إمتى وإزاي؟ مين اللي عمل كده؟ وماتت ازاي؟ انا مش مصدقه. كلميني، ردي عليا. انت يا بنت بتقولي بجد ولا بتقولي ايه؟ ناديه ماتت، ناديه ماتت، ناديه ماتت. جرى ايه؟ ناديه ماتت. مروان قتل ناديه، قتلتوها يا سباحين، قتلتوها. انتوا كنتوا قاتلينها وهي عايشة معاكم. احنا كلنا قتلنا نادية. اخوكي بعت ناس قتل نادية. لا، مروان ما يعملش كده. لا، ده يعمل كده ونص. هو جالي ما هياخدش طاره من حريم. لا، ياخد وتلات ارباع. نادية ماتت، نادية بنتي ماتت، نادية ماتت، نادية ماتت. من نقر الله، من نقر الله، من نقر الله. عاوزك في كلمتين. مش كنت اتصلت الأول عشان أعمل حسابي؟ هما كلمتين تنين مالهمش تالت. متأسف جدا، عندي مواعيد كتير. أنا قابل مشاويرك يا أبو حرام. قصدي يا حضرة العمدة. أنت عايز إيه؟ هنعمل ايه؟ المسألة سهلة وبسيطة. تقدر تقول لا، العمودية دي مش شغلتك، واللي يحكم البلد دي لازم أن يبقى واحد منها. عارف ناس هزين وعايش وسطيهم، وعارف كمان هم عايزين ايه. مروان، عيب قوي الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي. خلي حد تاني هو اللي يقوله. انت عارفني كويس، انت عارف ان انا من اهل البلد دي، واعرف اهلها وناسها وعاداتها وتقاليدها. مش معنى ان انا قعدت كام سنه بره يعني ان انا بقيت غريب. لا، انا بحذرك يا محرم. ايه ده؟ انت بتهددني؟ ايوه بهددك. مروان، خلي بالك من كلامك.
مروان القهوة بتاعتك جاية حالا. تعالى يا ريم شوفي مروان مش عاجبه ان انا بقيت العمدة وبيهددني. لا 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 هو اكيد ما يقصدش واكيد طبعا مش زعلان، انت عارف بس ان هو مروان عصبي شوية زي ابوه زي ما كان بيعمل بالظبط، مش كان بيجيلك بيقولك بعد كده حقك عليا عندك حق. اسمع يا مرنتي لما الرجالة تتكلم الحريم تحط في خشبها طين وتسكت. حريم دي تروح تقولها للستات اللي عندك في البيت مش ليا انا، انا بكلمك بأدب لكن انت بترد بقلة أدب. مروان اطلع برا. تجد اللي بتقوله ده اطلع برا يا مروان وفكر كويس في اللي انت بتقوله. اوعى تفتكر اياك ان مهدي ده هيبقى سندك ولا ظهرك ويخليك توقف قصادي ولا يخليني اخاف وكش ويخليك تركب وتدد رجليك تبقى غلطان. مهدي ده داخل البلد عشان احنا وافقنا وهكون فاكر اللي حصل ده غصب عننا. لا لسك مش فاهم. اطلع برا يا مروان. انت صعبان عليا قوي ابو حرام بس انا عامل حساب ان انت عشت كتير برا ما تعرفش الحقيقه على حقيقتها. يا رب يا هانم يكون مهدي اتبسط. ماشي يا مروه ماشي. انت كان لازم تكلميهم. ما تخلينا بقى نخلص من الحكايه دي. محدش كان هيسال ولا حد كانت هتبقى فارجه معاه. مين قالك كده؟ قوم شويه كده وهتلاقيها فاقت من اللي هي فيه وتقعد شويه بقى تنطلي يلا عايزه اشوف ناديه عايزه ازور ناديه. ساعتها اقول لها ايه؟ كان لازم اقول لها حاجه من الاثنين، يا اما ان انت ميته يا اما ان انت عايشه وهربانه. انا ما عاوزاهاش تعرف اني عايشه. شفتي انا كنت متاكده ان انت هتقولي كده. بصي يا ناديه طالما ان احنا قررنا نعمل اللي احنا مخططينه يبقى لازم نقطع عرق ونسيح دمه. طيب لو جات هنا انا هروح فين؟ ما تخافيش انا عامله حسابي هوديكي شقه واحده صاحبتي تقعدي فيها يومين ثلاثه عقبال ما هي تيجي وتمشي. وبعدين مهمه قوي ان الحكومه تعرف ان احنا عايزين ناخد الجثه من المستشفى وان امي جت بنفسها عشان تستلمها وان احنا عايزين نوديها البلد وندفنها ونعمل عزا. الشويتين دول هياكدوا الكلام اللي احنا مخططين له. لكن لو سكتنا بقى وما عملناش اي حاجه من الحاجات دي هيبقى فيها شك ولا ايه؟ قولي لي بقى هناخد ارض فريده ازاي؟ مش لما اعرف الاول انا هاخد حاجه كيف لو اللي قلت لك عليه حصل؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ انا مش واثقه في نفسي. بصي يا ناديه مفيش اي ضمان. الضمان الوحيد للكلمه اللي هتطلع مني ليكي لان انا ما ينفعش اكتب لك ورقه ولا بيع لك حاجه ولا شيك ولا وصل امانه لان انت في نظر الحكومه ميته ومش هينفع تعملي اي حاجه بالحاجات دي. لا ما هو انت مش هتكتبي لنا. امال هكتب لمين؟ لمونة. منى مين؟ اتجننتي ولا ايه؟ بقى تثقي في منى وما تثقيش فيا؟ اثق فيها هي وانت لا وهتعملي اللي بقول لك عليه. ليه يا حبيبتي امر ده ولا ايه؟ امر. هو انت مش واخده بالك ان انت اللي محتاجاني مش انا اللي محتاجه لك؟ لا يا حبيبتي انت اللي محتاجاني وعجلك مش مريحك وما نمتش طول الليل ورجلك اتهرت من المشي في الاوضه رايحه جايه جايه رايحه ما عارفاش تحسبيها ازاي. عايزه تذلي مروان عايزه تديله قلم يطلع من نفوخه عايزه تقولي له ان فريده اللي ماتت اختارت بنت عمك شهد عشان تديها كل اللي حيلتها. انا ما بفكرش كده اصلا. لا يا حبيبتي بتفكرك ده واقول لك بتفكري في ايه كمان؟ انك تردي على البلد وتقعدي في بيت فريده عشان مروان يشوفك في الراحه والجايه عجله يشد. زهزهت في بالك انك لما تاخدي مال فريده وارضها تبقى انت ومروان راس براس وتاخدي حقك منه ومن امه. بس نسيتي ان انا كمان ليا حق عنده وعند امك اللي جوزته زينب وسابتني مرميه على البرش. انت مش فاهمه حاجه يا ناديه. انا ما عاوزاش افهم حاجه. اللي بقول لك عليه يتعمل. منى هي ناديه واللي تقول لك عليه تنفذيه بالحرف الواحد. ومش كل شويه تقولي لي هتتعلقي على حبل المشنقه ومصيرك في يدي.
عشان انا كده ولا كده ميته، يعني ما هيفرقش معايا حاجه. طب يا نادي حبيبتي قولي لي بس على اللي في دماغك عشان نخلص من الحكايه دي. اقول لك بالراحه عليا يا كريمه، رجلي مش قادره. رجلك ايه وقفاكي ايه؟ بقول لك ناديه اتقتلت، ناديه اتقتلت، واللي ورا محمودها وقتلها مروان. طب اهدي بس، اهدي وفهميني بس ناويه تعملي ايه. هنزل على مصر دلوقتي على طول. طب استني، طب نقول لهم عشان انزل معاكي. نقول لي مين يا ريتال؟ وانا يا بنتي بستأذن من حد ولا بقول لحد انا رايحه ولا انا جايه؟ امشي بس. جبريه كانت عايزه ترميني من الشباك. ايه بصي عملت فيا ايه؟ كانت عايزاني ابوس رجليها. يا رب يتقطع ايديها ورجليها ورقبتها يا رب. الوليه دي عايزه ايه؟ طب اقول لك ايه، ارسي كده واحكي لحسن كل حاجه هي بتعملها معاكي. حسن؟ حسن من ساعه ما خدني غصب عني من البيت الكبير ورماني عند امه انا وابنه ما سالش فينا. يعني ايه؟ يعني حسن اشترى دماغه، وحسن بقى لما يشتري دماغه يبقى لافف على واحده تانية. واحده تانية؟ وانت تعرفيها الواحده دي؟ لا معرفهاش، بس مصيري هعرفها. طب اقول لك ايه يا حبيبتي، خدي بعضك وروحي اقعدي عند زينب لغايه لما انا اسافر وارجع. زينب؟ زينب هي ومروان بقوا سكه واحده. زينب مش شايفه غير نفسها وبس. زينب عايزانا كلنا نخرج من البيت الكبير عشان تقعد هي فيه وتربع براحتها. زينب بقت شبه جبريه. لا لا اوعي تقولي كده تاني على اختك. زينب بنتي واختك، فاهمه ولا لا؟ لا يا كريم، انت عارفه متاكده ان كلامي ده صح. انا عملت كل حاجه عشان خاطرك، وقفت جنبك عشان تاخدي حقنا وحقك من العيله دي، ولا نسيتي؟ ما نسيتش يا ريتال، ومش هنسى. ما تسيبينيش يا امي. اسيبك؟ اسيبك ده ايه؟ انت عبيط يا بت. انا لو سبتك روحي تسيب مني، ده انت حبيبتي وبنتي واختي وصاحبتي. شهدي في مصر هتعرف تخلص كل حاجة، خليك انت جنبي. بقولك كانت عايزة ترميني من الشباك وتقولي ان انا اللي رميت نفسي. تعملها وتعمل اكتر من كده كمان. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. تعالي تعالي بس بقى، بس تعالي. اهلا يا منى، تعالي. طب كويس ان حضرتك لسه فاكرني، انا قلت خلاص نسيت. انا ما بنساش حد خالص، خصوصا لما يكون غالي عليا. انا اسفه ان انا جيت في وقت مش مناسب، بس انا حاولت اكلم حضرتك كتير امبارح بس واضح ان الرقم اتغير، فقلت اجي بقى يا تسمعني يا تطردني. اطردك؟ عيب اللي انت بتقوليه ده. تاخدي كاس معايا؟ انا ممكن اشرب عصير. ولا تتغدي معايا احسن؟ ايه ده بجد؟ اه؟ تحبي تاكلي ايه؟ كمان احب اكل ايه لك كده كتير يا فهد؟ ما شاء الله الجد. يبقى تاكلي من الموجود. خير عايزه ايه؟ هو ممكن يكون مش خير، ويمكن لو طلبت من سعادتك ممكن تضربني بالنار. ليه هو طلب وحش قوي كده؟ انا مش عارفه اذا كان حلو ولا وحش، بس انا ليا واحده قريبتي كانت في السجن. عايزاني اخرجها لك؟ لا لا كانت، هي خرجت عشان ماتت. لا كده انا مش فاهم حاجه خالص. بص يا سيدي، انا بس عايزه اطلع لها ورق جديد باسم جديد وشخصيه جديده علشان امحي كل شخصيتها القديمه، وما لقيتش حد يخدمني في الموضوع ده غير سعادتك. في واحد بره عايز يقابل سعادتك. قول له مش فاضي، مش عايز اقابل حد. قلت له سعادتك ومصمم يقابله. اسمه ايه؟ مروان عبد الحكيم. طب قول له استناني انا جاي له على طول. مروان عبد الحكيم؟ انت تعرفيه ولا ايه؟ لا مش انا اللي اعرفه، اللي انا جايه عشانها هي اللي تعرفه. تحبي تقابليه معايا؟ وليه لا؟ اكيد. طب تعالي. اهلا اهلا يا مروان. ازيك؟ اهلا فادي باشا. ايه اخبارك؟ لا لا ما تقلقش منها، دي منى اقرب حد ليا. منى من فضلك خليهم يعملوا لنا قهوه. حاضر يا فندم. شكرا يا حبيبتي. تعالى يا مروان. اتفضل يا باشا. اتفضل يا حبيبي.
والله كان واجب عليك تبلغني انك جاي عشان اعمل حسابك في الغدا بس. معلش خليها مره تانيه، انا قلت ما اكلمكش قبل ما اجي، قلت يمكن ترفض تقابلني. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت حبيبي يا مروان، وابوك الله يرحمه كان زي اخويا. عشان ايديه نزلت البلد ما كلمتنيش، ده انت حتى ما عدتش عليا تعزيني في ابويا ومرتي. في دي عندك حق، انا غلطان، حقك عليا يا مروان. اللي حصل ده غلط. معلش وضح كده، انت قلت ايه لاني ما فهمتش؟ محرم ما ينفعش يبقى العمده. هو مين اللي بيقرر يا مروان؟ زي سعادتك تعمل كده؟ ده حتى ابويا الله يرحمه كان اقرب لك منه. اسمع حبيبي، في شغلانتنا دي المصالح هي اللي بتحكم. هيخرب مصالحنا، ده عنده استعداد يبيع ابوه وامه عشان خاطر القرش. وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب يا مروان. محرم معروف ديته، كلبه هترمي له عضمه. بعدين ما تقلقش، هو شويه كده هياخد له يومين ينفش ريشه ويحس بنفسه وبعد كده هيهدى. يعني مفيش فايده. عيب يا مروان اللي انت بتعمله ده، انت اكبر من كده بكتير. جرايه يا مروان، انت هتمشي من غير ما اسمح لك ولا ايه؟ بالاذن يا باشا. I'm in.
نادم.